احنا شفنا بعنينا اهتمام فخامة الرئيس بملف الشباب، شفنا بعنينا حاجات حية وملموسة موجودة على ارض الواقع. كنت اول مرة يعني ادعي ان انا متابع للحياة السياسية من زمان، اشوف حوارات ولقاءات مباشرة مع فخامة الرئيس الشباب بيتكلم فيها بحرية، وفخامته بيجاوب فيها بمنتهى الشفافية والوضوح والصراحة. طبعا كلنا شهود عيان على الفترة الصعبة اللي احنا عشناها العشر سنين اللي فاتوا وانهارت فيها بلاد كتير. احنا كان قدامنا اختيارين، يا اما الانهيار يا اما المواجهة، وبما اننا تحت قيادة قائد عظيم زي الرئيس عبد الفتاح السيسي اخترنا المواجهة. واجهنا حاجات كتير، واجهنا القضاء على فيروس سي من خلال حملة 100 مليون صحة، واجهنا تطوير وتحديث الجيش المصري والشرطة، وده اللي مخلينا دلوقتي عايشين في أمن وأمان على عكس مناطق كتير. كل المتواجدين في القاعة بيعلموا قيمة وجود شخصية وزعامة بحجم الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة لما نحتفل جميعا بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة. دايما خلي عندك حلم ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل احلامكم مجابه. حقيقي البلد بتتغير، المشهد السياسي بيتغير، المشهد اللي قدام حضراتكم ان كل الكوادر اللي قاعده شبابيه وكل اللي بيتولى المناصب القياديه دلوقتي نسبه كبيره منهم شباب. يعني احنا مش جايين ندعم الرئيس، احنا جايين بنرد جميل الرئيس على كل شاب وكل مراه مصريه عاشت في عهد هو العصر الذهبي للمراه المصريه. لذلك احنا النهارده بنقول فخامة الرئيس احنا معاك ووراك دعما لحضرتك لكل رد جميل حضرتك وقدمتولنا كشباب وكمرأة. النهارده احنا موجودين لدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرته التنمية والحفاظ على مصر، وباذن الله باذن الله كحزب وكأمانة شباب هنبقى قد المسؤولية وقد الثقة زي ما كنا زي. طبعا احنا كلنا جايين لحاجة واحدة بس اللي هو دعم سيادة الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تحية كبيرة لسيادة الرئيس وعلى مجهوده ودعمه للشباب خلال الفترة الماضية. إنجازات سيادة الرئيس كبيرة جدا في مجال الشباب، نتيجة التأهيل والتدريب اللي حصل شفنا نواب محافظين ونواب وزراء موجودين في مناصب قيادية وأثبتوا نفسهم، وما شاء الله في منهم محافظ كمان من الكوادر الشبابية، فدي حاجة احنا عمرنا ما عهدنا عليها قبل كده في الماضي، فبنشكر فيها طبعا سيادة الرئيس وبنأكد دعمنا الدائم ليه خلال الفترة القادمة.